هذا يعني واحد الحلوة معسلة يعني كلشي كيعرفها، وعندها أسماء كثيرة، لسان الحمامة ولا لسان العصفور ولا الفهدة، عندها أسماء كثيرة. كنحتاجو للمقادير: نص كيلو ديال الطحين، شوية ديال الملحة، 2 معالق كبار ديال الزبدة اللي كتكون رطبة، وعندنا كاس ديال الحليب سائل، وماء لجمع العجين، وكيكون عندنا تقريبا واحد الكاس صغير ديال الزنجلان اللي كيكون محمر ومطحون. كنعجنوا هاد المقادير، كنضيفوا الماء عادي، كيكون عندنا الحليب، كيكون عندنا كاس ديال الحليب، وكنضطروا نضيفوا شويه ديال الماء باش نجمعوا العجينه. كندلكوها مزيان، كنخلوها ترتاح، ضروري ما كيتغطى بالبلاستيك. كنقسموها لكريات اللي كتكون صغيره. كنحتاجوا لزيت المائده باش غادي نورقوا هذوك الكريات، كنورقوهم مزيان فوق المكان العمل، وكنوضعها فوق المقله اللي كتكون سخونه، غير كنرميها وكنقلبها للجهه الاخرى، يعني ما كتحمرش، كتبقى بيضه. حتى كنكمل الكريات اللي عندي، ولا كنكمل الكريه الاولى وفي نفس الوقت كنلفها، يعني الا خليتهم حتى الاخر كينشفوا. انا كنطيب الاولى، وكيكون عندي الطحين اللي مخلط مع شويه الماء، كنلف هذيك الدائره اللي طيبت، كنلفها على شكل سيجار، وفي اسفل هذاك الشريط كندهن بشويه الطحين اللي مخلط مع الماء، حتى كنكمل كنسدو وكنكمل هذوك الدوائر اللي عندي. كناخذ المقص، كنزول هذوك الجوانب اللي في الجانب، كنقطع بشكل مائل، كنقطعهم بشكل مائل. كنكون مسخنه الزيت، كيكون عندي بطبيعه الحال العسل، كنقلي هذوك اللسان ديال الحمامه، كنقليه. راه في القلي راه كتحل، يعني كتجي بحال شكل اللسان ديال هي العصفور، فعلا كتحل. كنقليها وكنطفيها في العسل، وكنزينها بالزنجلان ابيض ولا اللوز مهرمش، وكنقدمها بالصحه، والراحه راه كتجي رائعه، يعني بمذاق الزنجلان، يعني كاضافه مني.